أنا برضو مش ممكن أنسى أن أنا أوجه كل التحية كل الشكر والتقدير لله سبحانه وتعالى اللي هو كان له الفضل الأكبر علينا في أن حتى في ظل هذه الجائحة كانت يعني تأثيرها في أتصور في أضيق وفي أقل ما يمكن يعني. فلك الشكر والحمد يا رب، لك الشكر والحمد يا رب.